أولا احنا تكلمنا في الفيديو اللي سابق انه راح تكون لنا زيارة للعاصمة، الجزائر العاصمة، المنسق الوطني هشام خيسه، الجهويين شطيب الحافظ، دحماني رضا، شطيب الحافظ من جامعة المغير، ورضا دحماني من بومرداس، هواري بن عدلة عنده حالة عائلية استثنائية، شاف مع عبد الله أحمد من مستغانم، قروط عثمان من بشار، وبونا بالتوفيق من سوكهرات. حنا قلنا في الفيديو اللي فات أنه لنا زيارة الجزائر العاصمة، رايحين لعند وسيط الجمهورية، الرسالة نقدموها له شفهي وكتابي عند وسيط الجمهورية وصلها رئيس الجمهورية. عندنا زيارة للبرلمان وزيارة لمجلس الأمة، وفي نفس الوقت نزيدو نروحو لدار إبراهيم، وتبدا إن شاء الله يوم الثلاثاء حتى الخميس نزورو هادو، كي نخلصو نديرو الحوصلة تاعنا ونديرو فيديو إن شاء الله. وقلنا اطلبونا خاصين بالقضية تاع مشطوبي الجيش الوطني الشعبي. تكلمت على واحد النقطة وقلت بلي القضية تاعنا لازمها تسمية، وبزاف واحد يقول لك انا نتسوى، واحد يقول لك كل واحد واش يهضر، نتسوى كيما يسميوني، ودارت ضجة شوية الكلام تاع قلنا على التسمية تاعنا، دارت شوية ضجة في صفحات التواصل الاجتماعي وبين المناضلين، ويعلقوا بعض التعليق يقول انا نتسوى سميني كيما تحب. وحنا قلنا هاد المصالحة الوطنية دارتها الدولة بينها وبين الجماعات المسلحة، وخاصة بالناس اللي وقفت ضد الدولة، اللي حرقت كسرت فسدت باش تريقلو هما والدولة. هادو داروا شروط والدولة دارت شروط، وداروا هذه سموها المصالحة، وتصالحوا وفتناها. حنا ما تعنيناش الكلمة تاع المصالحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد، القانون خاص بهم. حنا وكنا في الدولة، حنا كنا في أكبر مؤسسة في الدولة اسمها وزارة الدفاع الوطني، مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حنا كنا فيها. كيف حنا درك نروحو نتسواو بصفة وتبقى لنا في التاريخ لولاد ولادنا هاد الكلمة تاع المصالحة أو السينيال عليه؟ درك نفهمك يا قندوز بالعقل، ما تكسيلي ريما والو، ما تكسيلي ريما، تقلق ما والو، تفهم لازمك تفهم شو القضية هذه، ماشي تشامخ المسؤول عليها والله فلان وزيد وبو زيد. حنا قلنا قضيتنا هذه لازمنا نلقاو لها الطريقة كيفاش نتريقلو، ما جيناش نعارضو بعضنا ونهضرو في بعضنا ونقيسو في بعضنا. إلا كنت كاره، وإلا كنت ما على بالكش واش راك تقول، وإلا كنت راح تفليكسيت وجاي ليا، ولا عندك غش، ولا عندك مشاكل، أنا وكثر عليك كيما تحب. الا عندك انت مشاكل انا اكثر. هذه القضيه اي كبيره، ولا كنتو ما كرهت وانا وكرهت اكثر عليكم، ولا تعبت وانا وتعبت اكثر عليكم، ولا نتوما محتاجين التسويه والكرامه انا تاني محتاجها اكثر عليكم، وتعبت على هذه القضيه. هذه القضيه تاعنا واحد يجي ما فاهم فيها والو ويبدا يقول حط الدوسي الصباح وريقلني يا شامخ ولا تكذب ولا كتبوا علينا. هذه القضيه ماشي سهله، حنا القضية هذه حابين نخلقوا لها التسمية تاعنا ونصنفوها ونجيبوا الكرامة تاعنا ونجيبوا حقنا نروحوا. حنا قلنا لازم هذه الفئة شاركت في مكافحة الإرهاب وتعبت ومرضت وخرجت بدون حقوق، لازم الدولة ترجع لنا حقنا وتعطينا تكرمنا، باسكو حنا المشاكل حنا رانا في الكلام الصحيح تاعنا هنا تاع مشطوبين، حنا رانا مفصولين مشطوبين بالفصل، الفصل عن العامل بدون حقوق، وكفا خرجنا وما عندناش درك لا سمحنا، مواطنين مدنيين الوقت الحالي، حنا مواطنين. حنا نحوسو كيفاه نوليو منسوبين، وكيفاه يسميونا، وكيفاه يسلكونا. راح هاد الشريحة تاعنا نخلقو لها بيجي مبلغ مالي ونجيبو لها الاسم تاعها باش نديو الحقوق تاعنا.
حنا ما جيناش نلعبوا والله، جينا نضحكوا والله. حنا كنا في الجيش صح، تقصينا حبينا نرجعوا على الباب، على الباب جايين نرجع ندخلوا على الباب بالعز، ما جيناش نندلو باش ندي، جينا داخلين بالعز. الفئه تاع المشطوب هذه، الناس اللي تشوف فيها هذا المشطوب فيه وفيه، حنا بدلناها الصفه هذه تاع المشطوب هذا. عباد راك واحد ما يسمعش واش راني ناظر ويعلق ويقول لك ها وسيط الجمهوريه هذاك ما عندك ما دير بيها وفلان وفلان. انت على بالك باللي رئيس الجمهوريه قال لك انا نتعامل مع وسيط الجمهوريه مباشر. حنا اللي علينا نديروه، حنا اللي علينا نديروه نروح عند وسيط الجمهوريه ونقدموا له الرساله كتابيه وشفهيه، والباقي على ربي. حنا اللي علينا ودرناه، والتاريخ هو يكتب مدنا وصلها حكمها عنده وداها حرقها او غير ربي اللي على بالو به. واحد واش كاين، ما جيناش حنا درك انا واحد يقول كوش واحد يقول دروات واحد يقول وما كانش، ما عندكش وين تروح وما كانش الحل. كاين الرئيس، كاين وزاره الدفاع، وكاينين هادو السياسيين، كاين البرلمان، كاين هاد حنا رانا في الحلقه هذه ولازمنا نخرجوا فيها سين. البرلمان هذا مش سلطه تشريعيه، مجلس الامه، وسيط الجمهوريه، الرئيس، وزاره الدفاع، واش اللي سمينا حنا اللي خرجنا على الموضوع فيه؟ فاهم خرجنا القضيه تاعنا. اني قلت لكم حنا الملفات وفتنا، مازالت لنا حنا المشكل كيفاه التسميه تاعنا باش تفوت للبرلمان ويصدقونا عليها وتفوت لمجلس الامه باش نرجعوا، ويسك القضيه هذه مش تاع تبون تاع رئيس الجمهوريه يسلكنا بنجيبه ولا فلان وفلان. هذه تخدم بوثائق، بقرارات، بمراسيم. يا جماعة لا إله إلا محمد رسول الله. القضية تاعنا أي لازمها تفوت على البرلمان ووقتها، وانتم راكم على المستوى الوطني المشطوبين هادو، وهاد البرلمانيين وهاد مجلس الأمة وهاد العسكر وهاد المسؤولين، أو ما كانش اللي ما عندوش بن عمه ولا أخوه ولا جاره ولا نسيبه ولا صاحبه في المؤسسة تاع الجيش، أو ما كانش، او ما كانش اللي ما عندوش. يعني حنايا رانا قراب لهادو السلطه في النسب وفي العرف وفي الجيران يعني القضيه تاعنا راح تفوت على البرلمان، وانتم تعرفوا لي دي بيتي اللي عندكم في الولايات كامل باش تهضروا معاهم تقولوا لهم القضيه جايه، لازمنا تزكيونا، تزكيو المعاش الدائم نديوه، ولازم نديو التامين الدائم، ولازم نديو بطاقه العاطب، هذه بطاقه العاطب المعاش الدائم باش يزكيوها ويحضروا في البرلمان نهار يجدولوها في البرلمان وتفوت لي دي بي تي كامل، يكونوا كل واحد يقول تاعو في ولايته اطلع باش تزكي، ولا مليحه فوطي عليها ولا ما مليحاش ما تفوطيش عليها. الا ما تساعدناش شوفوهم وتروح للسينا اوبليغاتوار كي يخصوها، ترجع لعند الرئيس باش يسنيو تفوت لوزير الماليه باش يخصوا لنا المبلغ المالي هذا، التسميه والمبلغ المالي، بويسك هذا الشيء دائم. كي نقولوا حنا لازمنا التسميه باش نفهموا بعضنا، حنا اللي خرج من الجيش ب 15 سنه خدمه فعليه ولا بمارض ولا خرج جريح او اسمه متقاعد، والباتريوت اسمه الدفاع الذاتي، والحارس البلدي اسمه الحارس البلدي. حنا واش حنا درك كيف اسمنا؟ نبقاو اسمنا مشطوبين اي ما كانش منها. حنا لازمنا يا يقولوا نضموهم ويديو التقاعد كمتقاعدين في الجيش، الفئه هذه نضموها ديريكت ونسلكوها، ولا يعطيو لنا اسم باش تفوت في البرلمان بالاسم. مانيش نضحك انا ولا نلعب ولا ننظر، وهادي عن قريب تشوفوها تقولوا قال شامخ وقلت لكم حوايج بزاف، وتقولوا انتم ما كانش من بعد التصرا. ايبا حنا لا طالعين، طالعين نهضروا مع الرئيس يزرب ينصفنا، والتسميه تاعنا تكون وما تكونش في المصالحه. حنا ما كناش ضد الدوله، ما كناش ضد الدوله، حنا كنا ولاد الدوله ودافعنا على الدوله وتعبنا على جال الدوله باش وصلنا للامن والاستقرار. صارت تضحيات او السينيال بزاف على الفيديو هذا
الا كان يبقى يروح ويجي خلينا ناجلوه الغدوه ونديروا الفيديو، ما تخليوش السينيور يدير الفيديو. انا الفيديو هذا اللي راني نهضر فيك، انا الشيء اللي راني نهضر فيه هنا في الفيديو يتفرجوا الشرطه لا بوليس والجدار والدرك، ويتفرجوا لا سيكوريتي، ويتفرجوا في وزاره الدفاع، ويتفرجوا رئاسة، ويتفرجوا الناس كامله تشوف فيه الفيديو هذا. واش راني نهضر انا؟ ايه ما نجيش نضحك ولا نلعب. الشيء اللي قاعد نهضر فيه هو على بالهم بيه واش راني نهضر. حنا رايحين ونطلبوا من ربي ان شاء الله يوفقنا ونروحوا بخير ونجيو على خير ونفهموا ويكون الاستقبال مليح. حنا رانا رايحين للخير والدفاع بشراسة على جميع الفئات 92 2011، ورايحين ان شاء الله يكون الاستقبال. 3 الصباح نكونوا في البرلمان، بلاك العشيه نزوروا مجلس الامه، بلا ربعه ممكن نروحوا لوسيط الجمهوريه، والخميس نفوتوا على دار ابراهيم، وان شاء الله تثمر. طلبوا الناس الصحه والستيره والتوفيق، هذه كامل تصب لصالح القضية. الدفاع بشراسة على القضية منين نروحو نهضرو غير اللي مليحة واللي تهمنا كامل. ما رايحينش منا ولا منا، ولا تقولوا هذا شامخة وطالع وما قالناش ولا ما شاورناش. أنا قلت الجهويين المعروفين عند الولائيين اللي مزكيينهم كجهويين ومعروفين عند السلطات باللي فلان وفلان وفلان اللي يمثلوا الفئة مجاو. أما همش هما اللي يعيطونا، وحنا اللي رايحين، حنا اللي رايحين قبل ما تفوت في البرلمان وقبل ما نديو التسميه وقبل نروحو نشوفو. ما عجبتناش القرارات والشي اللي ديناه ولا فيها اقصاءات وفيها وفيها، حنا ونطعنو ونبقاو نناضلو، نبقاو نناضلو حتى نديو حقنا. ما جيناش نهضرو هضره زايده ولا خارج الموضوع ولا رايحين نديرو ونديرو. انا ليا شوفوا مع هذا الشطي جاي طالع، عاونوه ماديا ومعنويا، قروط عثمان جاي طالع من بشار، بوناب من سوكاراس، واحد من مستغانم، رضا من تعاونوهم ماديا ومعنويا باش يتحركوا وهضروا معاهم، واللي عنده هضره يعيط لهم ويسجلوها. هذا واش راح نقول لكم انا. اللقاء الرسمي كاين لقاء رسمي، مي يعلم ربي وقتها. حنا وديما برينس نستناو في اللقاءات، الا انا بربي بلقاء ديرونا لي جامع الفيديو هذا والسينيال وبزاف الفيديو. قلنا حنا رانا رايحين وندافعوا في اي بلاصه تاع الدوله، المكتب اللي ندخلوا باش نهضروا على الفئه ونهضر. نتوما ما عليكم الشيء اللي عليكم، ونقول لكم ديروه في المستوى الولايه تاعكم. عندكم لي دي بي تي ولي سيناتور هضروا معهم، قال حنا تفاهمنا 92 2011، قصينا 3 حالات، الباقي يحال على التسوية. ريقلونا بالمعاش الدائم والتأمين الدائم وبطاقة العطل. اللي دا هاو دا، واللي دا العطب ودا المعاش بصحته وبالبركة عليه، واللي تقصى من هادو ما يتقصاش من المعاش والتأمين. لازم هكذا نهضرو. قال هادو مازالو صغار تخليهم في الاحتياط، والله نديو يديو المعاش ويديو التأمين، يديو المعاش ويديو التأمين تاعهم. لي ديبيتي ما عندكم، لي سيناتور ما عندكم في الولايات، اهضروا معاهم، اهضروا ووصلوا هذا الشيء اللي راني نهضروا، هذا هو اللي نهضروا انا. التأمين الدائم، المعاش الدائم وبطاقة العطب ما تنساوهاش. اهضروا مع لي سيناتور ولي ديبيتي. هادو واش راح نقول لكم، نتوما هذه اللي عليكم ديروها، الشيء اللي قلت لكم انا ديروه، والباقي خلينا ندبر راسي. قلنا نطلعوا حنا في 5، وممكن يكون المنسق الولائي تاع العاصمه معنا، 5 6 6 من الناس نمشيو في الجزائر العاصمه براحه، ندخلوا نقدموا الانشغالات تاعنا وخارجين مروحين بالخميس ان شاء الله، نخلصوا ونروحوا صاله ونهضروا واش كاين. رانا رايحين بطريقه دبلوماسيه، ما نحب واحد يطلع للعاصمة، ما نحب واحد يبقى يعيط، ما نلقاش معاه جاو لتم، ما نلقى راحو، ما يحب واحد يفهم به. حنا مازلنا ما رحناش، غدوة إن شاء الله نطلعو، وبالثلاثة إن شاء الله تبدا، 3 ولا 4، أنا اللي رايح، وكي نلقى كان شي حاجة أنا اللي نقول لك روح، أنا اللي نقول لك روح، نفوت حداك ما نهضرش معاك ما تهضرش معايا، كي نحتاج أنا نقول لك،
باش نديوها بيا، ما نبقاوش نعيطوا على بعضنا في التليفون كيفاه واش كاين واش كاين. منا منكم الثقة ومنا الوفاء، وبربي إن شاء الله تستمر. السلطات من السلطات العليا راهم يسمعوا فيك بيان سور، راهم يسمعوا فيك والله، يسمعوا الكبيره والصغيره والله بالحرف يتكتب بالحرف، والله والله بالحرف. نتكلم على واحد النقطه، نهار انا نقول حبسوا لي فيديو والله بركه هذيك زيد تشعل النار، اللي نشوف الصفحات حنا ونهايه العقد وحنا كذا وهذاك وهذاك ما يمتنيش وهذاك وهذاك وهذاك. ولا كان انت تقول ما يمتنيش، او حتى هذاك اللي راح زيد تحطو يزيد يجي جماعه يقولوا ما يمتنيش، ويزيد يجي الاخر يقول له ما يمتنيش، ويزيد يجي الاخر يقول هذا ثاني ما يمتنيش، وتروح انا اللي يحبسوا الفيسبوك. فيسبوك خير، حبسوا الفيسبوك التسمية اللي راني نحوس عليها اللي تساعدنا بشرف. التسمية إلا كنت كتحوس على 4 ملايين برك ويسميوك كيما يحبو كيما يحبو، ولا جا 4 ملايين تدير واش دير. نتوما هنا كتبوا واش تحبو، نتوما كتبوا هنا واش تحبو. الدولة أي قريب تطوي هذا الملف نهائي على كيما حبه هي، وانتوما من بعد الهضره تاعي الا ماشي مليحه عاودوها. من بعد اللي في شي اللي في يدو شي حاجه، اللي في يدو شي حاجه، اللي في يدو شي حاجه يخرج يدير. حذري ما ديرش، تهضر غير عندي هنا في الفيسبوك وتكتب هنا في الفيسبوك، وما على بالكش باللي هنا في الفيسبوك السلطات يتفرج، العوائله ما يتفرجوا، كاين اللي خدام ما عندوش الريزو الزوجة تاعو يتفرج، كاينه مرتو كاين اللي الزوجة تاعو يتفرج هو خدام ممكن ما عندوش الريزو، وكاين اللي مرت مشطوب اي تتفرج في الفيديو، وكاين اللي بارمانونس درك في الامن مراه وراجل ولا زوج نساء وزوج رجاله، وانت طيح وهم يتفرجوا وانت طيح الضحكه وعليك والله ما علي انا والله غير الضحكه وعليك اللي قاعد تكتب هنا في التعليقات سيئة المستوى المنحط، والله والله يضحكوا عليك اللي قاعد تعلق. انا خاطي انا اللي عليا ودرته، ولا اللي عنده حاجه على شامخ ينشرها ويحطها، اللي عليا انا ودرته. حنا بالتنسيقيه وبالفيكتيف ومعروفين وطنيين والعالم يعرفنا وبالنضال والجري ما درنا والو. خليا غدوه انا نروح وهذاك يروح وتحل التنسيقيه هذه، تولي من الدار تهضر هضره تهضر هضرة ملبش. أنا نقول لكم هاد التنسيقية وهاد الفيكتيف حافظوا عليه، والناس هي تضحك ويجي النهار وما تلقاوهاش هادي، كي الفيسبوك كي الهضرة هادي كي القضية هادي كي الآخر، ويجي النهار ويخلص كلشي. وانتوما ضحكوا ولا قولوا هو مهبول ولا قولوا. أنا نقول أنا تروح للبرلمان يقول لك واش داني في البرلمان، البرلمان هذا غدوة لو كان ما يروحش وما يفوتوها ما يروحش وما يتزكاش، تقول البرلمانيين ما عبوش يفوتيو، تولي تقول داروا لنا بخلونا ما يحضروش لي سيناتور، وما تقول هما ما يمدهاش الرئيس تحصلوها في الرئيس، يمدها الرئيس لهادو وما يقبلوهاش تحصلوها في الرئيس وتبقى الدور. وهي الحاله هي كامل اي سلسله، كاين رئاسة الجمهورية وكاين هذا البرلمان ومجلس الأمة وكاين الوزارة، الوزارة المالية باش تخص المبلغ هذا ويخرج القرار ونسلكو. انا الشيء اللي نعرفوه هذا هو، ولا كنتو ما تعرفوا جهه خلاف تفرسينا وتريقلنا نروحوا ليها. هذا ما كان
تبونا ورايس وانت يقول موش رايس وشين قريحة وقايد اركان وانت يقول والبرلمان لو يمشي وانت يقول ما نعرفش بيه. وإذا كان تحبوا إذا كان سهلة خلاص إذا كان هي سهلة وانتم تشوفوا فيها تقصروا من رواحكم وتقصروا حتى من المسؤول اللي عليكم. غدوة أنا نعيط على المنسقين الولائيين والجهويين قال أنا ونحبس وانتم ديروا الاستقالات بلغوا بها الزملاء تاعكم وبلغوا السلطات ماناش مسؤولين ورانا عسكريون سابقون وما عندنا لا هيك لا والو ونخليوها طاق على منطاق واللي عنده شي حق يروح يجيبه اللي يستاهل اللي يستاهل يروح يجيب حقه اللي عنده شي حق وخدم يدي الوثائق تاعو ويدي الموتيف تاع المرض تاعو ويجيب حقه حذاري يحاوزوك والله تولي تقول لا يا ولمو الشمل ويا نعاودو ويا ونديرو وتبقى انت هو المضحكه هكذا قول كيف كيما هذا ها بيقى هذا قول انت خضره فوق عشا حذاري حذاري ما يزكيوهاش برك تقول البرلمانيين داروها عندهم الهضره حذاري حذاري قوانين عندك الحق كتب واش حبيت ما قاعدينش يعيطوا لك انت يا الارامل ويعيطوا لك الولاد ولاد المشطوبين وما يعيطوا ما يعيطولكش اللي مراض وما يعيطولكش اللي في الفراش وما يعيطولكش ولاد اللي ما سببها فات في الخبره وما عيط وما كلموكش الناس اللي باباهم مريض وما كلموكش اللي بلا ساكن بيان سور ما على بالكش واش كاين انت تخدم على راك وتجي لاشي الفيسبوك هذا وجا شامخ اهضر برد قلبك اهضر واش حبيت وقول واش حبيت الا كان انت بون الكلام احنا هضرناه احنا رايحين غدوه ان شاء الله نهار الثلاثاء ان شاء الله نبداو نطلبوا التوفيق من الله عز وجل ان شاء الله نلقاو البيبان مفتوحه نتكلموا على النقاط تاعنا هادو ونخلصوا بالخميس ان شاء الله رانا نهضروا واش كاين رانا نهضروا واش كاين انا قدام خطر نقول لك من نقول بلاك نحبس بلاك ندير بلاك نخليها واش غالي فيها نخليها الدوله تدبر راسها اللي عنده شي حق يديه هكذا نقول اللي عنده شي حق يديه انا ثاني ما كان مداني اللي عنده شي حق يجيو الرجاله ويحشمونا والرجاله صح بالعقل وما تشوفش منه وما تشوفش منه ونحطوا اليد في اليد ونديرو نقول خلي على وجه الناس ولا وجه الرجاله على وجه الرجاله خلي يا الشكوى يا ربي سبحانه الشكوى ربي سبحانه ولكن كاين واحد الناس اللي ربي يهديها تروح تخدم آلاز حوالو لاباس الرقاق تاعو مريقليين بيا العشيه يجي في الدار يزل فيسبوك يضحك ويلعبها حنا وكان حوسوا على كرامتنا وكرامتك حنا وندافعوا على كرامتنا وحقنا وكرامتك ونحبين نرجعوك منقم ونرجعوك بكواغطك ونرجعوك بحقك وانت ما يحبش هذاك هو المستوى تاعك انا ما عندي ما ندير اللي قاعد يقول التسويه ما كانش بالملف المدني شو نفهمكم هنا شوف هذه النقطة نهضرها لكم أنا هنا حنا كنا كامل ما كانش كاين الملف المدني كاين الملف العسكري كنا كامل ما كانش الناس كامل تشطبت اللي تشطب وروح بأحكام عسكرية بأحكام قضائية ومجالس تأديبية روحنا ما كانش ما تقول لي لا ملف مدني لا خدمت 14 سنة و 10 شهور ما خدمت 5 شهور ما خدمت والو الناس كامل كانت والو ناضلنا جرينا فتحنا الباب اليوم اللي كيدينا زوج فئات والله النضال كي تكونوا فوحل ونحطوا اليد في اليد في بعضنا مبركاو هاد لي فيسيليتي المستوى الريد طايح هذا يلغيك ويلغيك وما يستعرفش بك وتفرد الوجود تاعك وتجري وتبدل هذاك الملف المدني ويلي مقبول مقبول يعترف بك الصفه تاعك تاع عسكري سابق نحيو الملف العسكري ويعترف بك كي تفرض الوجود تاعك
إذا كان نقدمو لقدام ونديرو خطوة مليحة اللهم بارك، وإذا كان تحوس ونرجع لتحت أنا ما نقدر نرجع حتى عند واحد لتحت. والفيديو هذا خبيوه للتاريخ، هذا الفيديو خبيوه للتاريخ، أنا راني نروح ونشوف ويزيد يكون ممكن لقاء ويزيد يكون لقاء. إذا ما كانش تسوية حذاري 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 نقول انا في الفيديو كاينه خرجه ونمد فيها الوقت. حذاري 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 ما تجيوش، هذا واش نقول. وخلي يا سيدي اللي تحكمت انا وتحكموا معايا الجماعه، خلي نروحوا للحبس، خلي جهنم على وجهنا، خلي نروح. وانتوما اكم بيا وراكم وطنيين، وانتوما حذاري ما تجيوش، حذاري ما تجيوش برك. وحنا خلي الا كان ما خرجتوش وحنا دخلنا للحبس، نتوما وطنيين وحنا وتا مشاكل، ونديروا المشاكل للدوله. سميونا هكذا، ماشي الدوله تسمينا، نتوما اللي تسميونا وكتبوا تقارير للدوله بلي هادو تا مشاكل وما يمثلوناش، مي يجيبوا الحقوق ا كونديسيو تجيبوهم ا كونديسيو. كي تقولوا لهم هادو تا مشاكل وما نخرجوش معاهم، كي نخرجوا من الحبس حنا نلقاوكم تريقلتو تريقلوش برك، وتركشوا وتهربوا. ينخرجوا من الحبس لقاكم تريقلتوا برك. هذا واش نقول لكم، وخبيوه الفيديو هذا، خبيوه للتاريخ، خبيوه للتاريخ. اللي تقولوا شامخو ما يقدرش يعلن الميدان، انا والله والعواقب وخيمه وصعيبه، والله على بالي بها صعيبه، والله نعلن عليه. وكيما جا سجل، هضرنا على الناس اللي رايحين ليه، ماكم تقولوا خضره فوق عشها. غدوا نهضروا على الميدان ما تجيوش. كاين عندنا كاين عندكم زوج حلول، زوج حلول، يا دبلوماسيه كيفاش ندخلوا ويستقبلونا ونهضروا بالعقل ونجيبوا الحقوق، يا الميدان. من الميدان هذا ثاني لو كان ما تعودش الخرجه من 40,000 فما فوق، من 40,000 فما فوق، اي ما كانش تسويه خلاص. سما هذيك بعدها الباب مبلع والميدان ما كانش، كل واحد يحكم دارو. كاينين زوج حلول، يا نمشيو باش كي تخرجوا كل فيكتيف بزاف ويشوفوه قالها والمشطوبين ما تريقلوش 1000 ولا 500 ولا قدا يخرجوا والباقي ما تخرج. هذا هو الحل. الا ما كانش هادي وما كان والو، ما تقول لي لا ملف مدني لا عسكري لا طلعت لا هبط لا كنت كوكسو لا سيدي سكري، هذا هو الحل. ايبا خلي ترش نروحو نشوفو هادي، يوفقنا ربي ان شاء الله نشوفو واش كاين، ونشوفو الجدول تاعنا وكيفاش نفوتو في البرلمان ومجلس الامه، ونسلمو الرساله لرئيس الجمهوريه عن طريق وسيط الجمهوريه فهي وكتابي، ونزيدو نفوتو لدالي ابراهيم، نزيدو نهضرو واش كاين، ونزيدو نشوفو باش يبطلنا التأديبي على الناس اللي مراض، ونزيدو نفوتوهم هما الاولين، ونفهمو واش كاين. هاو نديرو فيديو للتوضيح، شفناها ما كانش الاستقبال، ما كانش ما كانش. انا نقول لكم الا كان كتسناو فيا ولا حاسبيني انا معيطولي وانا رايح وما خبرتش ولا ما قلتش، انا ما عيط لحتى واحد، لا الرئيس لا الوزراء لا البرلمان لا مجلس، ما عيط لحتى واحد، لا من دالي ابراهيم. كاينش لقاء رسمي، حنا طالعين وحدنا، طالعين وحدنا نشوف. بما يقول لكم حتى واحد ما عيطوا لهم وراحوا وحنا ما قالولناش ولا ما شاوروناش ولا ديوها من عندي، هو واحد ما عيط لنا قال لهم عيطوا لهم يدير في. ايسونسيال الكلام تاعي هذا اللي هضرتو، اللي ما لحقش مازالت القضيه دي فيها شهرين على الضبابيه باش القضيه تاعنا تفوت، مازالنا شهرين، هذا الشهر اللي جاي نوفمبر وديسمبر تروح الضبابيه وتبان التسويه ومنين لوين وشكون يدي وشكون ما يديش
وقتاش لي فيرسمو هادو وقتاش وكيفاه وكيفاه، يعني مازالو شهرين، كل شهرين شي شهرين وتبان الحكايه تاعنا هادي وين راحت القضيه هادي كيفاه، يا طمرت يا ربحنا يا خسرنا يا ناضلنا يا ما عرفناش ناضلو يا مدونا يا صارفو بينا يا حقرونا يا حنا اللي حقرنا رواحينا، او مبانو حنا اللي قصرنا من رواحينا، حنا اللي دخلنا في بعضنا وحنا اللي نسينا القضيه الام ورجعنا على بعضنا ورجعنا بالمستوى المنحط. وقلت لكم بليزير فوا الناس يتفرج فينا المجتمع الوطني ويتفرجوا واش رانا نهضر واش رانا نقولوا وشكون اللي قاعد يفسد شكون اللي داخل في وسطنا شكون اللي قاعد يدي المشاكل شكون اللي اي واحد وباين تاري خوي. منطوش عليكم انا الفيديو هذا بزاف، نتكلم على المناضلين اللي مامنين بالقضيه وهما الاغلبيه، الاغلبيه على المستوى الوطني اللي مامنين بالهيكل هذا ومامنين بالقضيه ويجريوا على حقهم وكرامتهم. الاغلبيه اللي قلت اللي تحوس على حقها وكرامتها ومع الاغلبيه على المستوى الوطني قابلين تنسيقيه وكهيكل وكوا حقوق والمطالب اللي نحوس عليها. انا نقول لكم هاد الفيديوهات وهاد المستوى اللي طايح وهاد الاخر انا ما نجيش نهضر عليهم في الفيديو هذا، ما نجيش نهضر حتى على واحد ومعاه واحد، وانتوما راكم تفرجوا في الفيديو تبعوهم ما تبعوهمش علقوا له ما تعلقوش هذا رايك، ولكن انا هشام خيسه انا هذاك الفيديوهات اللي ماشي ملاح والتعليقات اللي ماشي ملاح ما تلقاونيش فيه. كاينه نقطه ناكد عليها، مناضلين عندنا اللي اغريسيف وعندنا اللي مقلق وعندنا كل واحد يحسن عونه، كاينه ناس كاينين بعض العباد والله اللي يتصرفوا في واحد الهضره سواء يسبوا في يقيسوا فينا ولا يقيسوا في الهيكل ولا